الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نرحب بكم في هذا العرس، نرحب بكم في هذه الليلة وهي ليلة اعتراف، ليلة حب، ليلة تكريم، وهي حفل تكريم ووفاء لمناضلي ومناضلات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت شعار الاتحاد الاشتراكي رسالة جيل لجيل. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتارودانت تنظم واحد حفل الوفاء والتكريم للمناضلات والمناضلين ديالو تحت شعار الاتحاد الاشتراكي رسالة جيل لجيل.
وهذا الحفل هذا هو مناسبة باش نكرسوا ثقافة التقدير والاحترام للمناضلين والمناضلات اللي سبقونا واللي تركوا بصمات كبيرة في تاريخ المدينة وفي تاريخ الوطن. وهذه كذلك مناسبة باش الجيل الجديد الشباب على الخصوص باش يعرف الناس اللي كافحوا الاتحاد الاشتراكي والأخوة والأخوات من أجل أنه المغرب تكون فيها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. والحمد لله الاتحاد الاشتراكي هو مدرسة تتبع فيها الأجيال، وحنا تكريسا لثقافة الاعتراف تيجي هذا الحفل باش نكرموا الأخوات والإخوان ديالنا. كاين منهم الناس اللي توفوا مؤخرا ومنهم الناس اللي باقين على باقين في الحياة، الله يطول لهم في عمرهم ونتمنوا لهم كامل التوفيق والنجاح. وان شاء الله الاتحاد شكل القوى الشعبيه بتاع الوداد غادي تكريم اخر في عما قريب للمستشارين والمستشارات اللي تبعوا التجربه الاتحاديه طيله 23 سنه، منهم اللي باقي تيزاولوا ومنهم اللي ما بقاش يزاولوا في هذه الولايه الاخيره. وهذه مناسبه كذلك باش نبينوا بانه كانت مناسبه كذلك باش انه مناسبه كما قلت في الاول، مناسبه هي مناسبتين، المناسبه ديال التكريم بطبيعه الحال، والمناسبه هي انه الاخ مصطفى المتوكل خذا البراءه الكامله، وهذا انصاف للتجربه الاتحاديه لسيرة الشأن المحلي.